اليوم في محطة المؤتمر الوطني الثالث المنظم تحت شعار معاً من أجل التمتع الفعلي للحقوق والحريات بشكل متسامي. طواف كونفيديتي لهم امتدادات على المستوى التنظيمي وأساس فروع سواء فاس جديدة، قنيطة، سيدي سليمان، رباط، تماها. الإيمان ديالنا هو أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، معنى الإيمان ديالنا بشمولية، ما عندناش واحد المقاربة حقوق الإنسان غير في واحد الطرف. نحن في لحظة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه هيئة حقوقية وطنية لها امتدادات على المستوى التنظيمي بمختلف المناطق والجهات. جلسة افتتاحية ناجحة بمشاركة الأقاليم الجنوبية من خلال المداخلة ديال الحسن الحويدق عن جهة الداخلة والذهاب، اللي أكدت دور ديال المجتمع المدني في الدبلوماسية الموازية في انتصار القضية الوطنية في الدفاع عن الوحدة ديال الأرض والوطن. أيضا كانت مشاركة ديال أصدقائنا في الإفريقيين اللي اشتغلوا في الواجهة ديال الهجرة واللجوء بابي وفرون، اللي مداخلتهما ركزت على المقاربة النوعية والمتميزة. الدولة المغربية جلالة الملك ذات الوعد الإنساني والتضامني في تدبير الملف ديال الهجرة واللجوء. أيضا كانت مشاركات ديال واحد العدد ديال الفنانين، كتاب، شعراء، مثقفين من اليمن، من غينيا، وبعض الفعاليات الثقافية المغربية. الكلمة ديال المنتدى أكدت على واحد العدد ديال الإشكالات، الانشغالات بالقضايا ديال حقوق الإنسان، عدد من المطالب الحقوقية سواء المدنية في الجانب لا المدني السياسي ولا الاقتصادي الاجتماعي الثقافي. وأكيد هذا الشيء غادي يتبلور في التوجه، في الخلاصات، في التوجهات الكبرى اللي غادي يرسمها الخلاصات النهائيه ديال الاشغال ديال هذا المؤتمر اللي يكمل الاشغال ديالو في مدينه من القنيطره لمدينه مهديه. اذا تم التشديد على اهميه اولا القضايا ديال البلاد، القضايا ديال الوطن، وايضا القضايا ديال الديمقراطيه وديال اقرار حقوق الانسان، كافه حقوق الانسان. في الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي للديمقراطيه وحقوق الانسان، هي لحظه ضمن مسار من النضال ومن الترافع حول القضايا العادله للانسان. بطبيعه الحال عقد من الزمن توج اليوم بالاحتفاء بثلاث فعاليات نسائيه تنتمي الى المنتدى، وكذلك الاعتراف، لحظة اعتراف واحتفاء برئيس المنتدى ومؤسس المنتدى الأستاذ جواد الخني، اعترافا من كل أعضاء المنتدى والمشتغلين في مجال الحقل الحقوقي بعطاءاته وبنضالاته وبما قدمه بطبيعة الحال لخدمة القضايا الحقوقية سواء داخل المغرب وسواء خارج المغرب، وخصوصا في إطار خدمة القضية الوطنية، خدمة قضية الصحراء المغربية. المؤتمر سيكمل أشغاله اليوم وغدا بالاشتغال على مجموعة من الأوراق التنظيمية ومجموعة من الأوراق والمقررات التنظيمية المتعلقة بقضية المقرر المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكذلك المقرر المتعلق بالتعدد الهوياتي واللغوي والثقافي والديني بالمغرب، ومقرر متعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المقررات ستتوج كلها بالمصادقة عليها لتسير في أو لتكون أيضا ضمن التوجه العام وصادق عليها من أجل إبراز التوجه العام الحقوقي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان. عصفور طل من الشباك اللي يقولوا خبيني عندك، خبيني دخلك يا لولو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا لولو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.